تقدم في المفاوضات لإنشاء حكومة وحدة في إسرائيل. وباء كورونا يودي بحياة 32 ألفا فيما يقترب عدد الإصابات من 700 ألف حول العالم. إيران تؤكد تلقيها مساعدات من أوروبا مطالبة الاتحاد الأوروبي بالعمل على رفع العقوبات الأمريكية. وتشاهدون في النشرة أيضا: الولايات المتحدة أضحت المركز الجديد لتفشي الفيروس، فهل ستفرض الإغلاق الشامل؟ تقرير عن نية حزب الله العراق في إشعال مواجهة إيرانية أمريكية على الأرض العراقية. جماعة أنصار الله الحوثية تعلن أنها أطلقت إحدى أكبر عملياتها العسكرية ضد السعودية. نشرة الأخبار المركزية من i24 نيوز، أهلا بكم. والبداية من آخر التطورات السياسية في إسرائيل، حيث وافقت اللجنة المنظمة للكنيسة على أن يكون اسم الحزب الذي يقوده عضو الكنيسة بني جانس هو كحول لبان. حزب كحول لبان وديريخ هارتس التابع لعضوي الكنيسة يعاز هندل وتسيفي هاوزر سيعملان في الحكومة كحزب واحد بقيادة بني كانتس. كل هذا يأتي في ظل إعلان كل من رئيس الوزراء زعيم حزب الليكود بنيامين نتنياهو وبني كانتس أنهما توصلا إلى تفاهمات مهمة لتشكيل حكومة طوارئ في إسرائيل. وينضم إلي حول هذا الموضوع مراسل i24 نيوز مروان عثامنة. مروان، وكما ذكرنا قبل قليل هناك تقدم في المفاوضات بين بني جانس وبنيامين نتنياهو في تشكيلة الحكومة وتوزيع الحقائب الوزارية، اطلعنا على آخر التفاصيل في هذا الموضوع. نعم بشار، آخر التحديثات هما تحديثان. الأول هو الخلاف الدائر بين فريقي التفاوض وليس بين نتنياهو وغانز، فريقي التفاوض من كحول لافان ومن الليكود حول هوية وزارة القضاء، حيث يصر كحول لافان على الاحتفاظ بهذه الحقيبة الوزارية وتنصيب أفي نيسان كورين رئيس كتلة كحول لافان ورئيس الاستدروت السابق بسبب خبرته القانونية ونظرا لتجربته العملية في الاستدروت وقضية المفاوضات والشراكات وما إلى ذلك من الأمور القانونية التي يفقه بها، فيما يصر الليكود على عدم تنصيبه في هذا المنصب ودفع كحول لافان اختيار شخص آخر من قبله لإشغال هذا المنصب، بينما هنالك اعتراضات أيضا من كحول لافان على بعض المناصب الوزارية وعلى رأسها ما قضية تنصيب رئيس للكنيسة من قبل الليكود، حيث كحول لافان يصر على عدم تعيين أي من يولي إدلشتين رئيس الكنيسة السابق ويريف ليفين وزير السياحة الحالي في منصب رئيس الكنيسة بعد ازدراء الأول لقرار المحكمة العليا والثاني بدعوته لإدلشتين لعدم احترام قرار المحكمة وعدم تنفيذه. بالتالي هنالك تفاصيل قيد البحث. التفصيل الأخرى أو التحديث الآخر هو قضية إعلان حزب يمينة وعلى لسان نفتالي بنت الذي قال أن الليكود طعنهم بسكين من الخلف، سيما وأنه ترك يمينة خارج المفاوضات حتى اللحظة ولم يتم التوجه إليهم. بالتالي نفتالي بنت غاضب وحانق على رئيس الحكومة وعلى تصرف الليكود إزاء يمينة وعلى نية الليكود بالأساس أخذ حقيبة الأمن وتوكيل وإعطاها لجابي أشكنازي أحد قيادي كحول لافان لإشغالها، بينما إبقاء يمينة خارج الائتلاف وخارج المفاوضات حتى الآن وعدم تخصيص أي حقيبة وزارية. يعني بشكل عام مروان هناك اعتراض على قضية تسليم هذه الحقائب المهمة، تتحدث عن الأمن، تتحدث عن القضاء، وهناك مفاوضات لأن يتم تسلمها من قبل كحول لافان. بالفعل هنالك المفاوضات على أشدها بشار، يمكن الإشارة إلى هذا الموضوع. بالفعل أن المفاوضات على أشدها وهذه التفاصيل يمكن أن يتم الاتفاق عليها. لدينا أسبوع حتى إعلان الحكومة 35 والخامسة بتاريخ والخامسة التي يتولاها كرئيس للحكومة نتنياهو. بالتالي هنالك أسبوع حتى يوم الاثنين القادم الموعد المعلن عن نية إعلان الحكومة
الائتلاف الحكومي القادم وطرحه لنيل الثقة بالكنيسة. بالتالي هذه التفاصيل لربما سوف يتم الاتفاق عليها، لكن يبقى التفصيلة تبقى التفصيلة تفصيلة يمين، وخاصة أن نفتالي بنت غاضب كما أشرنا وأشار إلى أن قضية كتلة اليمين على حالها 58 ليست لا تستمر بالصورة الحالية، وأن انتهى ما يسمى بقضية كتلة اليمين والمتزمتين اليهود الحريدين. بشار. نعم. مروان عثام كنت معي من القدس وحدثتنا عن آخر تطورات السياسة في إسرائيل والمفاوضات الائتلافية لتشكيل حكومة وحدة وحكومة طوارئ بين بني غانتس ونتنياهو. شكرا جزيلا لك إلى هذا القدر مروان عثام، كنت معي من القدس. وتحول إلى السيد شكيب شنان خبير الشأن الإسرائيلي والذي ينضم إلي في الاستوديو. واضح بأنه حالة السخط والشعور بالغدر وما سمي بالخيانة ليس فقط في معسكر بني غانتس، وإنما أيضا في معسكر اليمين. هم أيضا يتهمون نتنياهو بأنك تعطي أهم الحقائب وأهم المناصب لخصومنا السياسيين. أول شيء مساء الخير لك ولكل المشاهدين. دعنا نقول بشكل واضح أن الغالبية في داخل المجتمع الإسرائيلي تؤيد عملية إقامة حكومة طوارئ التي يزمع أو ينوي إقامتها بين يمين نتنياهو وبين يمين غانتس معا. طبيعي أنه لهذا الأمر في ثمن، والثمن كبير جدا دفعه بين غانتس بشكل واضح في عملية القضاء أو شق صفوف كحول لافان والتنازل عن الأغلبية البرلمانية التي كانت لديه، ومقابل ذلك على بيبي أن يدفع. يعني طبيعي دفع قضية أول شيء موضوع التناوب، والأهم من كل ذلك التوازن والتوازي في موضوع عدد الحقائب لكل حزب. والجدير بالذكر أن بنيامين نتنياهو لا يزال يحترم موضوع الاتفاق مع غانتس، رغم أن غانتس لم يأتي بكل ما كان يجب أن يأتي به. يعني الاتفاق في الأساس أنك أنت تأتي مع كحول لافان كاملة، وغانتس أتى مع نصف كحول لافان، ورغم ذلك الاتفاقية لازالت سارية. وهنالك كان لقاء مطول في الليلة الماضية بين رئيسي الكتلتين، وسيكون لقاء إضافي هذا اليوم للاتفاق على الأمور. ما قاله الزميل مروان عن دور المفاوضين، لم يعد لديهم دور. الأمور الأساسية الكبيرة تم الاتفاق عليها. يولي إدلشتين لن يعود ليكون رئيس الكنيسة. وزارة العدل أعطيت لكحول لافان، وهنالك كل الأمور الباقي. يعني وزارة هناك أمور حسمة، وزارة الصحة أمور كل الأمور الأمور الغير محسومة قابلة للحسم. يعني لن يتم فض أو هذا الاتفاق نتيجة الأمور الغير محسومة. أحد الطرفين سيتنازل وسيلتئمان إلى اتفاق. حالة هذه الطلاق التي حصلت في قلب كحول لافان، وسمعت الخبر قبل قليل كيف احتفظ بيني غانتس بكحول لافان، وكيف هناك الفرقاء الآخرين يش عتيد وتيلم، هذا الطلاق كيف سيؤثر على هذا المعسكر؟ كان من المتوقع أن يكون هذا الطلاق أصعب بكثير مما ظهر. يعني عملية الوصول إلى لجنة الكنيسة متفقين حتى على تبادل أعضاء كنيسة. يعني هنالك عضوتي كنيسة، واحدة تتبع غدير مريح تتبع لحسن لإسرائيل جماعة غانتس، انتقلت لتكون من معسكر لابيد، وعضوة كنيسة أثيوبية من معسكر لابيد انتقلت لتكون في معسكر غانتس. وإقامة يعني السماح لزفي هاوزر ويعاز هندل بإقامة حزب ثالث في داخل كحول لافان يسمى ديرخ إيرتس. يعني هذا لتوضيح المشاهد، هما من حزب تيلم، بالأساس من حزب تيلم، حزب بوكي يعلون، انشقا عن تيلم وأقاما حزب ثالث وانضما إلى بيني غانتس. يعني لم ينضم لبنيامين نتنياهو. يعني الأمور ترتبت بشكل يشير أن هذا الطلاق قد يكون بالاتفاق.
يعني عندما وصلوا إلى باب مسدود ورأوا استحالة الذهاب إلى حل إضافي، غانتس أراد حكومة ولبيد أراد انتخابات، وانتهت العلاقة بينهم وكل يذهب إلى طريقه. هذا لا يعني أن الظروف قد لا تجمعهم بالمستقبل ثانية. نعم شكيب شنان الخبير في الشأن الإسرائيلي، شكرا جزيلا لك على هذه المعلومات. إلى فيروس كورونا الذي أدى إلى وفاة أكثر من 32 ألف شخص حتى الآن حول العالم، فيما يقترب عدد الإصابات من 700 ألف، فيما تعالج حوالي 146 ألفا. وتستند هذه المعطيات إلى أرقام لمنظمة الصحة العالمية، لكنها لا تعد حصيلة نهائية بالنظر إلى أن أعدادا كبيرة من الناس حول العالم لا تجري الفحوصات اللازمة. أفادت وزارة الصحة الإسرائيلية بأن عدد المصابين بالفيروس في إسرائيل قد تجاوز 3800، بينما وصل عدد الوفيات إلى 15، وتوصف حالات العشرات منهم بالخطيرة. إلى ذلك يتواجد عشرات آلاف الإسرائيليين في الحجر المنزلي بشكل احترازي، فيما اقترب عدد العاطلين عن العمل المسجلين في الوزارات والمؤسسات المعنية بهذا الأمر اقترب من 1 مليون مواطن. وكذلك انضم قرابة 650 جندي إسرائيلي إلى دوريات الشرطة من أجل تنفيذ القيود التي فرضتها السلطات الإسرائيلية ضمن إجراءات منع انتشار فيروس كورونا. وكان وزير الأمن الإسرائيلي نفتالي بنت قد قرر في وقت سابق توجيه 8 كتاب من أجل المساعدة في تطبيق الإغلاق الجزئي الحالي، وخاصة فيما يتعلق بالحجر الصحي. كما قال وزير الأمن الإسرائيلي نفتالي بنت أن معدل الإصابة بكورونا بين اليهود المتدينين والعرب مرتفع للغاية. وأضاف بنت أن هناك إجراءات حازمة من قبل الحكومة، مشيرا إلى أنه في حال تم الالتزام بالتعليمات فسيتم إعادة الحياة للبلاد تدريجيا بعد عيد الفصح اليهودي الشهر المقبل. وكانت إسرائيل قد سجلت أكثر من 900 ألف عاطل عن العمل بفعل الإجراءات المتخذة لمواجهة وباء كورونا. فلسطينيا اتهم رئيس الوزراء الفلسطيني محمد الشتي الجنود الإسرائيليين في بعض المناطق بالضفة الغربية بالعمل على نشر وباء كورونا، وأضاف الشتي أن هناك دليل على قيام الجنود بذلك. ما شاهدناه من بعض الجنود يحاول نشر الفيروسات على مقابض السيارات إنما ينم عن تربية عنصرية وحاقدة من أشخاص يتمنون الموت للآخر، ولقد تم توثيق ذلك وسيدخل هؤلاء في سجل الإجرام. كذلك أعلن شتي أن الحكومة الفلسطينية ستعمل وفقا لموازنة طوارئ متقشفة، وأضاف شتي أن الأيام المقبلة ستكون صعبة نظرا لما يعانيه العالم من تفشي الفيروس وانخفاض الإيرادات للحكومة بنسبة 50% جراء الوباء. بخصوص الوضع المالي والنفقات، أمامنا 3 أمور نحرص عليها في هذه المرحلة. أولاً، الحفاظ على قطاع صحي فاعل يلبي الاحتياجات. ثانياً، دعم الفقراء ومساعدتهم على تخطي هذه الفترة الصعبة، خاصة أن هناك زيادة في انكشاف الأسر المعوزة والتي أصبحت تزيد عن 106,000 عائلة تتلقى مساعدات من الحكومة، ومنها أكثر من 70,000 عائلة من قطاع غزة. والأمر الثالث، رواتب الموظفين واحتياجات الأجهزة الأمنية. كشف عضو اللجنة المركزية لحركة فتح حسين الشيخ أن هناك شحا في مستلزمات فحص عينات الفيروس في الأراضي الفلسطينية. وقال الشيخ في تغريدة على تويتر أن الحكومة الفلسطينية تسعى لجلب اختبارات هذه العينات من الخارج. وكان المتحدث الرسمي باسم الحكومة الفلسطينية إبراهيم ملحم قد أعلن عن تسجيل إصابتين جديدتين بالضفة الغربية، ما يرفع إجمالي الإصابات في الأراضي الفلسطينية إلى 106. وينضم إلي عبر خدمة سكايب السيد خالد حسين خضور، وهو عضو لجنة الطوارئ العليا في بلدة بدو. سيد خالد، بلدة بدو من قرى شمال غرب القدس هي من أكثر المناطق التي ينتشر فيها فيروس كورونا. حدثنا عن آخر الأرقام هناك لديك، وهناك أيضا حالة وفاة سجلت في الأيام الأخيرة، والإجراءات المتبعة هناك بشكل عام.
في بلدة بدو قبل 3 أيام تم اكتشاف حالة اللي هي اللي تحدثت عنها، حالة الوفاة. طبعا انتقلت إلها عن طريق أحد العاملين اللي كانوا بالداخل، كانوا يشتغلوا بالداخل، كان يتردد على أمه وانتقلت لأمه، وكانت أمه مريضة وتراجع المستشفى وما حد كان عارف إنها معها فيروس كورونا. لهذا السبب اكتشف الفيروس معها صباحا ومساء توفت. طبعا نقلت العدوى لحوالي 12 ل 13 من افراد العائله، وبعدها بيومين يعني وصل العدد في بدو ما يقارب حوالي 20 اصابه في بدو. وطبعا في نسايب في بلده مجاوره لبدو قطنه، نتيجه المخالطه انتشر لهم الفيروس، وبالاضافه لحاله او حالتين كمان اليوم بينت كمان حالتين في قريه الكبيبه المجاوره لبدو، كلها نتيجه المخالطه اللي صارت مع السيده اللي في بدو. طيب الاجراءات التي اتخذتها السلطه الفلسطينيه بشكل عام في هذه القرى من حجر صحي واغلاق لطرقات، ما هي وهل هي كافيه لعدم انتشارها اكثر؟ السلطة قامت بواجبها على أكمل وجه، وكل التحية للأجهزة الأمنية وللجان الطوارئ اللي قامت بدورها على أكمل وجه، بالإضافة لكل الشكر لرئيس الوزراء الفلسطيني اللي سمعناه قبل شوية، ولإجراءاته اللي هدفها الأساسي المحافظة على المواطن الفلسطيني والحد من انتشار فيروس كورونا في مناطقنا. وطبعا لأن بده كان نص يعني عدد المصابين كثير، الإجراءات في بده بالتعاون بين الأجهزة الأمنية وما بين كافة مؤسسات. لكن كيف يسير الناس هناك حياتهم بشكل عام، حياتهم اليومية؟ لأنك كما تعلم هناك طريق أو طريقين عمليا فقط تؤدي إلى هذه القرى والبلدات، والآن عندما يتم إغلاقها يعني كيف يمدون أنفسهم بالمستلزمات سواء طبية أو غذائية وغيرها؟ هناك لجان طوارئ متخصصة بالتعاون مع الأجهزة الأمنية الموجودة من شرطة ومن باقي أفراد الأجهزة من أجل إدخال المواد الأساسية. وما بننسى كمان دور الأخ رئيس الوزراء، وزارة شؤون القدس، كل المؤسسات الفلسطينية بتكون بواجبها على أكمل وجه من أجل استمرار الحياة في منطقة شمال غرب القدس وبشكل خاص بدو. بس اللي بحبه يعني اللي يتم توضيحها إن العدوى إجت نتيجة عمال بيشتغلوا بالداخل. هذه سؤال الأخير يعني لك، هذا سؤال الأخير لك ولكن بعجالة لضيق الوقت. تتعلم بأن سكان كثيرون من تلك المناطق هم يعملون في الجانب الإسرائيلي، كيف تمت معالجة هذا الموضوع؟ هل جميع العمال الذين في الجانب الإسرائيلي بقوا هناك والعمال المتواجدون منعوا من الخروج؟ مفترض العمال اللي دخلوا وتم السماح لهم بالدخول وتوفير أماكن للمبيت، يعني اللي تم اكتشافه أنه لا يوجد أماكن مناسبة فاضطروا يرجعوا، ومفترض قبل ما يتم إعادتهم مفترض يتم فحصهم على الحواجز إن هل هم مصابين ولا غير مصابين. يعني لما وصلوا عندنا لمناطقنا بين إنهم مصابين بدون يعني ما يتم يعني اكتشافهم. يعني على حاجز العودة لم يكن هناك فحص كافي ولم يكن هناك فحص إطلاقا وهم عائدون إلى منازلهم. الأمر الصحيح إنه يتم فحصهم، عدا عن ذلك إن عدد من الحالات تم إلقائها على الحواجز. يعني بدل ما يتم علاجها بما انه عامل موجود بالداخل داخل اسرائيل مفترض يتم فحصه قبل ما، لان اي عدوى بتنتقل عندنا بدها ترجع للداخل واي عدوى من الداخل ترجع عندنا. يعني يعني احنا في نوعا ما ترابط يعني وما بدنا انتشار العدوى. نعم. ومفترض العمال يتم المحافظة عليهم، محافظة على حقوقهم، حتى العمال اللي انقطعوا عن مصادر رزقهم ان يعني اصحاب العمل والمشغلين الاسرائيليين يحافظوا على حقوقهم، ان العامل خاطر بحياته من انه يدخل ويشتغل جوا. وصلت الفكرة. سيد خالد خضور عضو لجنة الطوارئ العليا في بلدة بدو وهي من قرى شمال غرب القدس، شكرا جزيلا لك. عربيا، سجلت الحكومة السورية بحسب ما أعلنت المصادر التي من هناك أول حالة وفاة بالفيروس. أما مصر فقد سجلت 6 حالات وفاة في الساعات 24 الأخيرة، وأغلقت مصر مستشفيات عدة وفرضت حجرا صحيا في عدد من المراكز في محاولة لوقف تزايد الإصابات بالفيروس، خاصة وأنها البلد العربي الأكثر اكتظاظا بالسكان.
اعترف الرئيس الإيراني حسن روحاني باستفحال عدوى الفيروس في بلاده، وأشار روحاني إلى احتمالية بقاء الوباء في إيران لأشهر أو عام وربما عامين. وفي وقت سابق قالت مواقع إيرانية إن شقيق الرئيس الأسبق والزعيم الإصلاحي محمد خاتمي أصيب بفيروس كورونا، فيما ارتفع إجمالي الوفيات إلى 2517 حالة وفاة. إلى ذلك، كشف المتحدث باسم الخارجية الإيرانية عباس موسوي عن أن الاتحاد الأوروبي خصص مساعدة مالية لبلاده لمكافحة كورونا الجديد، داعيا الاتحاد الأوروبي إلى لعب دور أكثر حزما في التحولات العالمية. وتطالب أوساط إيرانية سياسية كثيرة الاتحاد الأوروبي بالضغط على واشنطن من أجل رفع عقوباتها عن طهران. إيران بين أزماتها الاقتصادية وتفشي فيروس كورونا، وعلى وقع حصار اقتصادي أمريكي، لا تزال تمسك بشعرة معاوية لمحاولة النجاة من أزماتها من خلال وضع صحي وإنساني تعيشه، حيث صرح الناطق باسم وزارة الصحة الإيرانية أن عدد المصابين زاد عن 38,000 مصاب، بالوقت الذي توفي 123 خلال 24 ساعة الماضية. إن إجمالي عدد الوفيات من فيروس كورونا وصل ما يزيد عن 2600 شخص، منهم 123 خلال 24 ساعة الماضية، بالوقت الذي وصل عدد المتعافين إلى ما يقارب 1200 شخص. طهران وعبر وزير خارجيتها محمد جواد ظريف هاجمت الولايات المتحدة الأمريكية متهمة إياها بالتحول من سياسات التخريب والعنف إلى ما أسمته بالإرهاب الاقتصادي في ظل تفشي فيروس كورونا في بلادها، حيث كان قد كشف الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية الإيرانية عباس موسوي أن الاتحاد الأوروبي خصص مساعدات لإيران لمحاربة فيروس كورونا، إضافة لإرسال مواد طبية وصحية، مطالبا أوروبا بلعب دور أكبر في التحولات العالمية. الأمر الذي أكده حمود واعظي رئيس مكتب الرئيس حسن روحاني أن الجهاز الدبلوماسي للبلاد تمكن من فتح المزاعم الأمريكية حول الاهتمام بأرواح وسلامة المواطنين الإيرانيين، معتبرا أن بلاده تحارب الحصار الأمريكي وفيروس كورونا بذات الوقت. دعم البابا فرانسيس دعوة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش لوقف إطلاق النار في مختلف أرجاء العالم للتركيز على مكافحة فيروس كورونا، ودعا البابا إلى دعم إنشاء ممرات للمساعدات الإنسانية وتشجيع الجهود الدبلوماسية. وهذا وسجلت إيطاليا أمس قرابة 900 حالة وفاة لتتخطى حالات الوفيات لديها عتبة 10,000. أيها الأخوة والأخوات الأعزاء، في الأيام الأخيرة أدعو الجميع إلى أن يحذو حذو الأمين العام للأمم المتحدة ووقف جميع أشكال العنف العدائي، وبدلا من ذلك تقديم المساعدات الإنسانية وبذل الجهود الدبلوماسية لنشر الالتزام المشترك ضد الوباء. على الجميع تعزيز الروابط الأخوية والعمل كأفراد في عائلة واحدة. أعلنت إسبانيا تسجيل أكثر من 840 وفاة جراء الفيروس خلال الساعات 24 الأخيرة، وهو أعلى معدل وفيات يومي، وبذلك يرتفع العدد الإجمالي للوفيات فيها إلى قرابة 6,500. ومن ناحيتها، أقرت الحكومة البريطانية أن العزل التام الهادف للحد من تفشي كورونا المستجد قد يتواصل لفترة لا بأس بها، بينما حذر خبير بارز من أنه قد يستمر حتى حزيران يونيو. وطلب من البريطانيين ملازمة منازلهم بقدر الإمكان للحد من تفشي فيروس كورونا. هذا وتأكدت إصابة رئيس الوزراء نفسه ووزير الصحة مات هانكوك بالفيروس. نتيجة لإجراءات التباعد الاجتماعي التي نفذتها الحكومة، نأمل في أن نتمكن من تقليل معدل الإصابة، ولكن في هذه المرحلة نحتاج فقط إلى التأكد من أن الجميع يلتزم بهذه القواعد. أعلنت وزارة الصحة البنمية أنها سمحت لسفينة رحلات ترفيهية زاندام التي سجلت إصابات بفيروس كورونا المستجد بين ركابها بعبور قناة بنما لمواصلة طريقها. يأتي هذا بعدما نقل الركاب سالمون إلى سفينة أخرى لتجنب العدوى. وترسو السفينة التي ترفع العلم الهولندي وتقل 1,800 راكب منذ أيام قبالة سواحل هذا البلد على المحيط الهادئ. نشرتنا مشاهدينا متواصلة وتشاهدون بعد الفاصل.
الولايات المتحدة أضحت المركز الجديد لتفشي الفيروس، هل ستفرض الإغلاق الشامل؟ تقرير عن نية حزب الله العراق في إشعال مواجهة إيرانية أمريكية على الأرض العراقية. وجماعة أنصار الله الحوثية تعلن أنها أطلقت إحدى أكبر عملياتها العسكرية ضد السعودية.